فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ نعم، الصنم ما كان على صورة حيوان، هذا من حيث اللغة لا فرق بينهم من حيث الشرع، لكن من حيث اللغة أن الوثن ما كان على صورة إنسان أو حيوان، والوثن ما لم يكن على صورة كالقبر والشجر والحجر. نعم.